محمل السنيار عزم في طريق مسير اقطع دروب الفرح واقفل شقال مسير مخاف في هيرك بحر مخاف في هيرك بحر مهما طوت اسفا الخير في قانت بحر لا مالها تفسير عادي منطوفة عن كل مهب نسأل للحضر ولا البادي معروفة فكروها الحال. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج السنيار، نحن وياكم طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة التراث الأولى شاشة سمة دبي، وبتتعرفون على مفرداتنا الشعبية وموروثنا الشعبي الأصيل وعاداتنا وتقاليدنا. أنا أعرف أن أغلب اللي يتابعونا يعرفون عن عاداتنا وتقاليدنا، لكن اللي ما يعرفون بيتعلمون من خلال برنامج السنيار. حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك ويبجيك يا رحاب مشاهدينا ومتابعينا سنيارنا بيصير ومويه دبي ويا رايح دبي ينتظر. ود المشاهدين منا سلام، تحياتي وسلامي لكل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة سمة دبي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السنيار. برنامج السنيار ليه فيه المعلومات، ليه فيه الأمثال، ليه فيه الجوائز النقدية، ليه فيه كل شيء خص ماضينا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى السنع والهوية والسؤال الأسبوعي. شو نسيت بعد يا رحاب؟ نسيت أم عزان. مرحبا يا أم عزان. حالك أم عزان؟ الله سهلة، حياكم الله. أم عزان الغاوية، أم عزان السنع، أم عزان اللي فيها العادات والتقاليد والأصالة. ما عليك صور يا رحاب، حياة الله يا الغالية. الله يحييك، كيف حالك أم عزان؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. اليوم كل يوم إطلالة جديدة ما شاء الله عليك، اليوم أهدى أنا أشوفه أم عزان. الله يخليك. اللون أهدى. اليوم هي اليوم عاد لابسين بالخوص. بخوص. هي الثوب بالخوص. أعطينا معلومات. نعم الثوب بالخوص، هذا الأول يسوون حق المناسبات وحق الأعراس يلبسون بالخوص، ولابس الذهب هذا ما شاء الله ما شاء الله. اسمه ستمي، سناحته الستمي. أنا أشوف من بعيد. والمرتعشة. مرتعشة. هي المرتعشة والستمي. مايا انت قلتي ان هاي ينلبس في المناسبات، واليوم نعم. اكبر مناسبه ان احنا في برنامج هذا السنيار الحمد لله، ورمضان بعد يستاهل نلبس للزين والسنيار والمشاهدين نراويهم ثيابنا الاوليه ونعلمهم عن عاداتنا وتقاليدنا، ولابسين الملتفت بعد، هاي لابس الملتفت. اشوف ما يراوينا على الكاميرا هذا الملتفت، نبغي يجي تلتفت مع عزان عشان نشوف الملتفت. هاي الملتفت ويا الحنة الغاوي وهذا واليد الغاوية. نعم عاد ما يلبس هذا الستمي. هذا الستمي ها هذا الستمي الاول الحين يحطون فيه شناف، اول ما في شناف ايه شناف هذا اللي تحت هنا في شناف. ما يشرحي لهم عن الشناف. الشناف اللي مثل برقعه تحت اللي يركب في المريه، الحين يحطونه في المريه الشناف الاول يحطونه، بعد الحين يحطونه بس قبل ما يحطونه في المريه. المريه تي بعد فيها حبوب مات الشوت فيها، وشي بعد دق اسمه دق، بعد حبات صغار بعد يلبسونه، وانواع ما شاء الله وايد من الذهب. انت البارحه كنتي لابسه في لابسه شناف البارحه. البارحه لابسه شناف. نعم مريه ام شناف هذه صح شي. وانا بعد كنت لابسه شناف. ايه ما ادري لو شيء حبه الشعير البارحه، شيء حبه الشعير وشيء ما شاء الله له مسميات وايد. ولابس الشاهد هذا بعد يلبسونه في الصبع، الشاهد لابس الشاهد، ولابس الخنصر بعد هذا غاوي. نعم وهالمرامي بعد من الشاهد والمرامي والحنة الغاوي، وهذا بعد الحنة الغاوي مع رمضان. وماي الغاوية. نعم وانت اللي أغوى بعد فديتك. المسي بالخير على أبو سيف الغالي. مساء النور يا رحاب، والله لو غير دبي انت كان خطفوك على الذهاب اللي لابس سلامي بس لا لا على عمرك لله. والله يا محمد عزان قري على عمرك الحمد لله. وانت لو في بمبي ولا في مكان غير لا يا هاج عشان شو دور الذهب هذا كله. أنا في دار الأمان. الحمد لله نحن في دار طال عمرك في تحت دار تحت الأمان تحت راية الحكومة. نعم هذه والشيوخ هذا في أمان عاشي الحمد لله وما يقصرون أبوي السيار. نعم الحمد لله أمان. نعم يودونا ويبونا الحمد نعم لله وبلادنا أمان. نمسي بالخير طبعا على مشاهدينا ونقول لهم يا هلا ويا مرحبا،
وطبعا ما بنقدم لكم الا الشيء الطيب، ان كانت رحاب ولا خميس ولا معزان ولا احمد، نقولكم حاضرين وفالكم طيب. نحن وجدنا هني عشان نقدم الفائده ونقدم الجوائز ان شاء الله. صدقت انتم الباحثين وانتم عندكم كل المعلومات التراثيه، واي شيء يطلع من عند ابو سيف ولا ام عزان ولا ابو خالد تاكدوا 100% ان المعلومات كلها صح. الحمد لله. واذا تبون تتعلمون عن التراث لازم تتابعون برنامج السنيار. صدق صدق. لكن ابو خالد بعد راعي الامثال، نسلم عليك. عليك زود. مرحبا يا ابو خالد، ايش حالك يا ابو خالد؟ الهان الله يحفظك. بعد نحن ترى الريايل بعد النزي هذاك الفنان، وعندنا هذيك الكندوره الغاويه، ونحط لعمرك السفره ونحط العقال، ولا شو رايك يا ابو خالد؟ نعم سامت اليوم انت ما شاء الله. والله انت انت اللي سامت يا ابو خالد. ولا هذا انتوا بعد بتفاحه. نعم نعم بتفاحه بعد، والخلق بعد تي من برا كانت عندنا ونفصل الكنادير. نعم نعم نعم. طيار بعد يظهر بهذه الاطلاله. نعم لازم زقرت يا ناغتي كذلك. يعني حتى الريال يوم بيجي الميلس لبس الكندوره واستقبل الضيوف، ولبس هذاك اللبس الغاوي بعد اللي عندنا نحن الريايل في دولة الإمارات، ولا شو رايك يا ابو خالد؟ نعم، وهذا طبعا من الهوية الوطنية. صدق لازم نحافظ عليها، ولازم نعلم عيالنا، ولازم يلبسونه في المناسبات. تعرف طبعا اللبس الرجالي طبعا معروف، الريايل لهم الكندورة والسفرة نحن نقول، وحط الغترة، حد يقول الغترة. نعم. والعقال وهاي الاشياء اللي يلبسونها الريايل يعني. لكن ابو سيف نحن ما نروم يلبس صديري. لا ابو سيف يتعصم. لا لا ابو سيف يلبس صديري، نحن ما نروم للصديري طال عمرك. الصديري ما التيار. شوف اليوم راكين علي انا، انا ساكت انا الحين. انا مدحتك ابو سيف. جزاك الله خير. مدحتك قلت طبعا على يميني لازم بتمدح. نعم ما روم انا ما روم. جزاك الله يا اخوي يا عضيدي. لا ترقد في السيوح. ارقد في ظل بارد بين الحشا والروح، بحطك في صنيديقي صنيديقي 100 لوح. الله شو تبغى شو رايك؟ استغني عنك انا وياهم كملتي ها. لكن اليوم احمد البرد زايد. نعم وهذا مثل ما توقعنا، والعلم عند الله كان ان الجو طبعا بيبرد زياده. يعني اليوم حتى خميس ومعزام يقول احنا نسينا الدليغات ما يبنى مركز اللغة. تعرف قلت يا الله على ابو من الحين يلبسون زرابير عيال مرة واحدة. ياسين ياسين نراجع الأسئلة وهم ينتفضون الحين شوي وقفوا. بس كان برد شمال يا ابو سيف. ايه شمال. لا بس ان شاء الله اخر يوم في الشمال اليوم. لا اخر يوم. نعم ابو سيف نحن نبغى الجو. ايه لا بس الجو ان شاء الله بيتم مستمر، وحتى الاسبوع الجاي ان شاء الله بتكون غيوم فيه بعد. بنشم على البراد الحين. نعم جو غاوي. نعم. جو غاوي. نعم. ما شاء الله هالاجواء. الحمد لله غاوي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لازم قبل لا نبدا الحلقه نشكر رعاه البرنامج متحف الشندقه، هيئه الطرق والمواصلات، هيئه دبي للثقافه والفنون، وبلديه دبي، واكيد شكر خاص جدا لمحلات جوهره للمجوهرات لتقديمهم جوائز السنيار النقديه. وعندك السؤال الاسبوعي اللي بصوتك يطلع ما يستوي يوم صوتي، المفروض انت تقدمينه مشاهدينا ومتابعينا. بنشوف السؤال الاسبوعي اللي قيمته 20,000 درهم. كثفوا المشاركه يا مشاهدين، نشوفه ثم لنا عوده. سؤال برنامج السنيار لهذا الاسبوع. الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه استلم مقاليد الحكم في دبي عام 1958 1960 أم 1950؟ للمشاركة في السؤال الأسبوعي لبرنامج السنيار وفرصة ربح 20,000 درهم، يرجى إرسال حرف باء أو بي بالإنجليزية ثم رقم الإجابة الصحيحة على هذه الأرقام. ضيعونها المشاهدين، ومثل ما تعرفون نحن كل سبت على نهاية الحلقة بنعلن الفائز. لكم الفرصة، عندكم أسبوع كامل تشاركون في المسابقة، وإن شاء الله بإذن الله أحمد بنعلن الفائز يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. عندك اتصال يا رحاب؟ عندنا اتصال ويا هاجر. مرحبا هاجر من العين دار الزين. يا مرحبا، سلام عليكم، حالكم؟ مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك والله يسلمك. كيف حالك اختي؟ بخير. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. شو رمضان وياكم؟ منوره ما شاء الله. شفته بالغاوي ما زان اللي عليك ما شاء الله. حبيبه قلبي مشكوره، انت الزين كله وانت النور كله،
وانتو يوم تقولون هالكلام الطيب بدأت اصبري عليها شوي بتعد فيك قصيدة. اصبري عليها شوي بس شوي اصبري عليها. بديت احمر واخضر. الله يحفظك يا ابو سعيد الله يحفظك ويسلمك يا رب العالمين. ومبروك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا ربي. ونسلم على ما شاء الله الموجودين الله يحفظهم. ويحفظهم معزان وسيف ابو خالد. نعم معزان الله يطول عمرها بالصحه والعافيه. امين وياكم ان شاء الله. ابو خالد الله يحفظكم ان شاء الله. عليكم ان شاء الله يحفظ الجميع. الله يبارك فيك. الله يوفقك حين عادن تشوفين البيئه الزراعيه والبريه والبحريه او البحريه والبريه لاني ما اشوف عدل من بعيد. بس اباك تقولين اوقف باعلى صوت. كشمه كشمه يبالك مثل الاوليين. كشمه يسمونها. خدومي يقول لي وين العدسات. انا مو البس عدسات. كشمه 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 يسمونها الاوليين. بنظاره يقول لي عدل. قولي اوقف باعلى صوت. اوقف. حد وياك. يلا واحد وينهم. اوقف. هذا هو اللي نحن نبغى نسمعه. هالتشجيع. يلا نشوف السؤال. يقول راعي الوصف يا ليتني دباسي واثمر واسوي خوص طل خيار الناسي ليه في الغبيب يغوص. عاد شو معنى دباسي؟ بعيد الابيات. يقول الشاعر المتوصف او راعي الوصف يا ليتني دباسي واثمر واسوي خوص ظل خيار الناسي ليه في الغبيب يغوص. الله. نوع نخل. شو هو الدباسي عاده؟ شو قلتي؟ نوع نخل. نوع نخال. وانا اقول لك ثبت الاجابه. زين الحين بوسيف ثبت الاجابه. ما شاء الله عليك. مبروك عليك 3500 درهم. ما شاء الله ما احتجتي مساعده من اي حد. اعتمدتي على نفسك. ما شاء الله عليك. الله يحفظكم يا ربي. مبروك عليك. عاد الحين انا بنشد بوسيف. شو معنى دباسي بوسيف؟ زي ما ياها السؤال في البحر. البحر خب وموج. الدباس طبعا نوع من الرطب او من التمر. وطبعا الدباس يكثر اكثر شيء وممطنه في منطقة ليوة. ويقول لي ما عنده دباس ما ياخذ بنت الناس. يعني هذا حتى مثل. فيكثر رطب الدباس او نوع من هذا النخل في منطقة ليوة. يعني هو المكان او المركز الرئيسي للدباس. وانشهر الدباس في منطقة ليوة. يعني اهتموا اهل ليوة بزراعة الدباس في هاي المنطقة. ودباس طبعا نحن يمكن في الامارات الثانية مو مشهور عندنا مثل ما هو مشهور عندهم. وسموه دباس يمكن لكثرة الدبس اللي فيه. فالدباس تقريبا من النخل الجدم اللي يجدم يعني في الطالع ويجدم في القيض. يوم يقيض تقريبا في اول الموسم. ومثل ما ذكرت المثل يقول لي ما عنده دباس ما ياخذ. شو ابو خالد؟ بنات الناس. بنت الناس. الناس. نعم. جزاكم الله الف خير. ابو خالد عندك اضافه على المعلومه هذه؟ طبعا هذا المثل قالوه اللي هو اللي ما عنده دباسي ما دباس لا ياخذ بنات. ما ياخذ بنات الناس. نعم. يعني النخيل وعندك الحلال وعندك الخشب. هذا قبل يعتبرونه راس مال. وكل حسب البيئه اللي هو فيها. يعني اللي ما عنده نخيل زين وما يروم على الحلال ولا عنده خشب لا يتجدم ويصير يعرس وما ياخذ بنات الناس. صدق. والنخال كانت طبعا تعتبر ثروه من الثروات في هذه الفترة. نعم. والنخل ثروة إلى اليوم يا أبو. نعم. خالد. وهذه. نعم. هي الدلالات. نعم. في المعاني الشعرية اللي قالها راعي الوصف الأول. ونقول له مرحبا. مرحبتين. مرحبا ملايين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش حالك يا أختي؟ منو معايا؟ هاجر. كل المتصلين هاجر اليوم ما شاء الله. المتصلة الأولى هاجر والمتصلة الثانية هاجر. والاسم نادر. والاسم نادر. وجميل. وجميل. أنا وعقبة. تقولي بعد شيء عندي. لا أنا قلت اللي عندي. إيش حالك يا هاجر؟ الحمد لله طيبة. شو معلوماتك في التراث؟ زين الحمد لله. منو عندك يساعدك؟ خواتي. ما شاء الله. سلمي عليهم كلهم. مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. الله يبارك. شوف فطوركم اليوم. فريد. ما شاء الله. وغير؟ الجيمات. بعد؟ وغير؟ بس؟ ما سويتوا شيء غير؟ سوينا بعد. ما شاء الله. انت اللي طبختي؟
الوالدة بس. الله يحفظها يا رب. الله يحفظها يا رب. سلمي عليها سلام وايد. التعب نوية على الوالدة المسكينة. الحليل الأمهات الله يحفظهم يا رب. وانتوا تاكلون. الله يحفظهم. الله يحفظ كل الأمهات. قولي وقف. نبغيك تقولي انت وقف بصوت عالي. وقف. هذا ما بصوت عالي، متوسط بس. وقفنا في البيئة البحرية. هذا توه يقول بوسيف شمال البحر، شمال وموي مثل ما قال بوسيف. في البيئة البحرية. بعد السؤال في البرد يقول هب وبرد يا هو الكوسي. نشوف السؤال على الشاشة. هب وبرد يا هو الكوسي من فضل فراغ. لازم تكملين هذه الحدوة البحرية. هب وبرد يا هو الكوسي من فضل. تبين بوسيف يلحنها يشلها شلة ابو خالد وياه؟ شو رايك ابو سيف في تكمله هاي؟ هي تكمله. تقول هب وبرد يا هو الكوسي وهاتي لي من صاحب بشاره لي خوي ساير الغوصي على هير زين محاره ثيب ربوع وخموسي من فضل مولاه وقداره. احنا نبغي من عندكم البشاره والاجابه. تفضل يا ابو سيف. انا اقول يقول مولاي وانواره. مولاي وانواره. ابو خالد وقداره. أنا مولاي وقداره. والله ما ندري عاد صح ولا غلط. شو رأيك؟ إذا هي انتبهت ترى ذكرنا إحنا في عد القصيدة. نعم نعم. أم عزان. أنا أقول مولاي وأفضاله. مولاي وأفضاله. شوفي هاجر، إجابة من هذه الإجابات بتفوزك 3500 درهم، لكن منو صاحب الإجابة الصحيحة؟ أنت شو رأيك؟ أنا أقول مولاي وقداره. مولاي وقداره. نعم ثبتي هني العلم المخلف هذا عليك أنت. وندعي مولاي أن تكون إجابة صحيحة. نشوف نشوف. مبروك مبروك الثلاثة آلاف وخمسمية درهم. يقول هب وبرد يا هو الكوسي من فضل مولاي وقداره. ألف مبروك عليك الثلاثة آلاف وخمسمية درهم. بوسيف أعتقد عندك معلومة. نعم. ولا عديت هذه الأبيات؟ هب وبرد يا هو الكوسي. طبعا الكوس هي رياح ساحلية تنشط تقريبا في الصيف وليس في الشتاء. في الشتاء عكس اللي هو لنعشي، بمعنى شو؟ أن ينعش بموي البحر. فهي يقول هب وبرد يا هو الكوسي هات لي من صاحب بشارة. يعني هل يسارين الغوص يقول حق هو الكوس هات لي بشارة منهم لي خوي ساير الغوصي، يعني حبيب يقصد ومتوله صديق وشفقان على 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 الشخص هذا اللي ساير 4 شهور و10 أيام. أن الزوج ساير عن زوجته 4 شهور و10 أيام. فيقول هب وبرد يا هو الكوسي هات لي من صاحب بشارة لي خوي ساير الغوصي على هير زين محارة بيب ربوع وخموسي من فضل مولا وقدورة. سارين في القيضة يا البوسيف. طبعا يوم بيخلص الغوص بيعطونه فلوس. نحن تعلمنا معنى الصبر من الأولين. نعم. الصراحة أه؟ تسمعني بوسيف؟ نعم أسمعك. تعلمنا الصبر من الأولين قبل يوم يطلعون رحلة غوص عادي مثل ما قلت ياخذون 4 أشهر وستة أشهر والحرمة تترية. شوفي الفترة هاي تعتبر يعني الحرمة تعتبر أنها في عدة أن زوجك كأنه متوفي عندها لو تشوفون 4 شهور و10 أيام يعني خلاص هاي عدة حرمة تعتبر كأن زوجها هذا متوفي عنها. فسبحان الله. يعني أبو خالد بعد بيضيف شيء ظني عنده عن الحدوات البحرية. أبو خالد ما عليك زود. طبعا هذه أبو سيف وانت أعلم يرددون في الحدوات البحرية وفي النهمات البحرية. والحدوات البحرية ارتبطت ببعض المهن اللي تتعلق بالبحر أبو سيف مثل الصيد مثل يوم يرون الميداف من مكان لمكان كانوا يرددون هاي الحدوات. والنهمات كانوا يرددونها أيام ما يصيرون الغوص وكانوا يزامطون هذيك الأيام يا أبو سيف على نهيم الزين. نعم. وكانوا إذا مثلا إذا حين أحمد نهيم زين أنا باي وبغريك بالمال. نهيب الاستديو هو نهيب الاستديو. على حسب على حسب كم بتعطينا في هذه النهمة. إيه ولا ويجي أبو سيف وزايد. طبعاً. إيه عصاد بباك لأن أنت تزيد الهمة. كم يعطونهم كم يعطونهم الأول؟ لا لا أخذ النهام يأخذ تقريباً 3 حواصل تقريباً. يعني نفس الغواص. إيه تقريباً نفس الغواص. لأن أحمد هذا منو اللي خفف عن الغاصة؟ نعم. وعن طاقم الغوص هذا منو اللي خفف عنهم؟ بالأهازيج بالشلات. ومثل ما تفضل أبو خالد طبعا كل شل وكل نهمة لها. في نهمة لليار في نهمة للخطيفة. نعم. في نهمة حق المسانة في صحيح. نهمة مثلا حدوة حق أنهم يوم بيقصرون على 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 الخراب. فسبحان الله كل يعني كل كلماته وكل بيت له عمل.
أربع حواصل باي برهم عندك. منو؟ مو خالد. أربع. ها؟ أربع ما بثلاث. خمس خذ. خمس زين. إيه ولا ياخذك أبو سيف. يا حظك شو تبى؟ هذا أبو يرابي في جميرة. منو؟ هذا ما يروم يستغنى عن جميرة. لا لا أنا ويا أبو سيف ويا أبو خالد. لكن يلا عن أبو سيف. يلا كان يروم. منو؟ الله يحفظكم يا رب. مستمرين إن شاء الله. سوالفكم حلوة. هذا أبو خالد. أبو خالد بيطلع فاصل. طلعنا فاصل الله عليك. من عندك فاصل يا أبو خالد. أبو خالد. فاصل ونواصل. يا سلام يا عريق. بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا ونبى ناخذ اتصالاتكم ونبى نفوزكم. طبعا انا يوم اخذ الاتصالات احمد اللي يفوز يعني احاول لكني ما غلبت يا رحاب. انت ما شاء الله عليك دائما مسانده ومساعده للمشاهدين. عادي اليوم انت بتساعدهم إن شاء الله. وعندنا اتصال من الفجيره. السلام عليك. عليك السلام امنه. كيف حالك؟ على اختي رحاب حياك الله. الله يحييك يا الغاليه. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يعافيك. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك حبيبي. ينعاد عليكم بالصحة والعافية. علينا وعليك. شو الأجواء عندكم في الفجيرة؟ والله عندنا برد. ونحن برد 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 وايد. مثلجين هني. لو الحمد لله بعدنا مشتين. بعدكم وإن شاء الله نطول بعد. ناكل حلوة ونكمل. ونحن ندفئ ناكل حلوة ونشرب قهوة نبغى ندفئ. تمسي عليك أحمد. حسيت بالنور مرحبا. والسرور يا حي الله الفجيرة. يا مرحبا يا مرحبا. ومسي على أم حزان وأخوي أبو سيف. مرحبا مرحبا حياك الله. يا مرحبا يا أمنة. يا مرحبتين يا مرحبتين متابعينا حياكم الله. الله يخليكم نورينا في البرنامج. بارك الله فيك. بارك الله ان شاء الله تستفيدون من المعلومات. والله وايد مستفيدين وايد وايد الحمد لله. الحمد لله دومكم اسراء. الله يطول عمركم. دومكم اسراء. الله يخليكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب العالمين. الله يعافيك. شو معلوماتك التراثيه امنه؟ والله زينه يعني. زينة؟ لا اليوم انت بتتخرجين من السنيار. عارف لا اليوم بتكونين خريجة السنيار. ان شاء الله. نشوف في الشاشة عندك البيئة الزراعية والبحرية والبرية. قولي اوقف بأعلى صوت. اوقف. لا هذا مو بأعلى صوت. اعلى اعلى عند شي. وين الدلة؟ وين القهوة؟ اوقف. اي هاتي انا رضيت. سؤالك في البيئة الزراعية. يقول المثل في الزراعية الحين شدي حيلك يلا. فراغ ما يبلك ما يهمك. فراغ تشوفين شيء فراغ عقب ما يبلك ما يهمك. فيل ما يبلك وما يهمك. ما شاء الله عليك. ما شيء لا مساعدة ولا شيء. أنا راضية. مثبت. شو رأيك أبو خالد؟ لا صحيح إجابتك صحيحة. تستاهل. نعم تستاهل. عشرة على عشرة. ألف مبروك. الله يحفظكم. الله يبارك يا رب العالمين ويحفظ. ألف مبروك عليك. 3500 درهم. وأكيد الله يحفظكم. الدلالات المثل عند أبو خالد. المقصود بالسيل في هذا المثل هو المطر. وما يبلك يعني ما يخرسك يعني ما يهمك. إذا المطر هذا ما بيطيح في بلادك بيطيح بلاد ثانية ما يهمك. هذا المعنى الظاهر. ولكن المعنى الباطن أو الضمني لهذا المثل إذا مشكلة ناس طايحين فيها أنت شو يدخلك؟ شو يخصك؟ بس حقه تربط راسك بدون ويع. ها الرمس اللي انا ادري. تقول شي بعد. فقالوا سيل. يعني ما اعطيتون مثل هذا. يعني شايفهم يعني نفس يوم يقولون الحين ابعد عن الشر وغني له. وغني له. ونحن بعد نقول ايش حقه رابط راسك بدون ويع.
زين ما يخصك ما عليك او وش حق ترزب هذا العلم اللي عندي مخلف سمعت ما بنولف ما بنولف وفي الامثال ما بنغلبه الامثال ما نقدر ما شاء الله عليكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا اذن هذه كانت دلالات المثل عند ابو خالد في استقبال اتصالاتكم نقول مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا اسماء سهلات حالكم خير يا عليك بخير وين تكلمينا ابو ظبي يا حي الله للعاصمة اسماء منو عندك امي وياي سلمي عليها السلام من وايد سلام عليكم يوصل ان شاء الله الله يطول لي بعمرها ويطول لي بعماركم انا اسمع صدى عندكم وايد اسمع صدى لأننا وياها بروحنا في الميت. هي ما شاء الله بس شوي بعد قصري على صوت التلفزيون شوي يا اختي اسماء. ما شاء الله عليها رحاب منور يا سلام من بعيد اسمعي اسمعي من بعيد اسمعي. حبيبة قلبي مايا. انتوا هني عراسي وفي عيوني وفي قلبي مشكورة. الله يحفظكم يا رب الله يحفظكم يا رب هذا البرنامج لكم انتم مشاهدينا. نشوف البيات نشوف البيات يا كنترول. نشوف البيات على الشاشة وين البيات يلا ها أعلى شوي أعلى بعد 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 سمع هناك الله يحفظك الوالدة الله يحفظك يا رب البيئة البحرية عندي سؤال جميل جدا من أشعار الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب رحمة الله تعالى عليه أديب وشاعر وكاتب ومدون له مدونات كثيرة له كتب كثيرة ومن الشعراء الكبار عندنا في دولة الإمارات رحمة الله تعالى عليه يقول الشاعر الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب شطبك بحر الهوى والجو غيم واستحال العقرب عاصوفياه والمباني دونها يوشو بليم وين ما ترسوم الغزر حصاه يقول شطبك بحر الهوى والجو غيم واستحال العقرب عاصوفياه والمباني دونها يوشو بليم وين ما ترسوم الغزر الحصاه من الزواحف العقربي شو هو عقرب هاي ابو خالد عندك عندك انا اقول من الزواحف الحين عقرب من الزواحف؟ الزواحف أنا أقول من الزواحف العقرب العقارب مخدوم كاتب شيء وأنا أقول له يعني انزل بو معزان شو تقول؟ أنا أقول من الأمراض يلا خذ لحالك في مرض اسمه العقربي؟ يلا خذ عقرب ومرض لا أنا أختلف وياهم شو تقول بو خالد؟ أنا من أول رمضان الله يحفظكم ويحفظ المشاهدين وأنا أجلب في الإصدارات اللي مسولنا أبو سيف من المواسم؟ أبا أتعلم من العلوم البحرية اللي عنده وأنا أقول والعلم عندي مخلف مو بمولف مو بمولف زين انا حفظت من المواسم المواسم شوفوا يا ابو خالد هاي 3500 درهم عليكم مشاهدينا 3500 درهم عليهم ما بعلينا نوري حب نعم. ها يا اسمع ساعدوني ما عرفتي واحد لخبط شوي منو اللي لا منو اللي لا دور لخبطه هم ترى هم يسوون هاي السوالف انت شو رايك ها وين تميلين اكثر امي تقول من الامراض الجو وايد حلو اليوم الجو بعد انا اشوف الموسم الروله بعد غير اليوم والله غير اليوم والشمال غير الشمال غير اليوم نشوف الروله اللي عندنا هني في فريق السنيار من المواسم شو من المواسم عليكم الحين يقول ثبتي ثبتي شوفوا هذه الروله ها ثبتي شوف الروله قبل كانوا يلعبون تحتها الرولة والرولة ما شاء الله من الشير اللي تعمر عندنا نعم ثبت خلنا نشوف الإجابة الخضراء موسمنا أخضر اليوم مبروك ال 3500 درهم يلا أبو سيف يلا لا أبو سيف أبو سيف شقايل الحين من الزواحف ما نشد أبو سيف شقايل قلت من الزواحف شوف الحين هو يا عاصوف وحد الشعراء قال يقول يا ونتي ونات مكسور ونت الذي لاحم على حد طبع ظلام وما يقصور وعاصوف من العيوغ مشتد وبرحت حاير ما معي شور وضاعت حيلتي شي بارد واخر سبحت بشوف البرور والروح ساقتني الى الند يا ركب كل سببي من سيد الحور معرض عني
دومهم صد كل من سألته عاند الشور قال بغياض وقال ما رد. ومن هو اللي عاند الشور عندك؟ شوفه وين يشر انت، شوفه وين يشر، هذا هو شوفه وين يشر انت. منو العنيد غير هذا؟ منو العنيد غير هذا؟ الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم. فالعصوف طبعا نوع من الرياح، والعقربي نوع من الرياح. طبعا العقربي ليش سموه العقربي؟ اي من نجم العقرب. ليش سموه سهيلي؟ اي من نجم سهيل. ليش سموه ياهي؟ اي من نجم الياء. اكثر الرياح المحليه الموجوده عندنا نحن في دوله الامارات على النيوم. سميت على النجوم وعلى الاتجاهات. ما سمعت العقربي يقول والعقربي؟ نعم. طبعا العقربي هذا ينشط في شهر 6 تقريبا، في شهر 6 ينشط تنشط رياح العقربي، ومن بعدها تي رياح الغربي، رياح صيفيه هي، هي رياح هي في الصيف. نعم. الاوليين الغواويس احمد من كثر ما يمهم مقرح يوميهم الغربي بارح الجوزة هذا يبدون يحففون أجسامهم المساكين، يدبغون بجفت وقرط ويبدون يتحففون. سبحان الله، الرياح التي هم من الشمال الغربي تساعدهم على تجفيف تقريبا الجروح الموجودة في أجسامهم. فالعقربي هذا ما يكون تقريبا هناك في 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 الغزر، لا، اي تقريبا هو يعتبر من الرياح الساحلية. ومثل ما ذكرنا أن كل الرياح الموجودة عندنا أو أغلب الرياح اللي سميت أطلقت على النجوم الموجودة عندنا هني في الدولة. يعطيك العافية أبو سيف، مشكور حاضرين على المعلومات حاضرين الجميلة. وانت شرحت قبل وايد أشياء حاضرين، شرحت عن الشمال وش الحين اليوم العقربي، يعني إذا تبون تشوفون الحلقات هو شيء عقربي، هو شيء عقربي عدالة كان مبيني على اليمين، لكن شو أسوي؟ لكن ما يهب، لا إله ما يهب، هادي 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 دوم أخواها الحمد لله. الحمد لله. أنا أقول إنه إذا يبون يتابعون حلقات السنيار كل الحلقات موجودة على أوان، تطبيق أوان، كل الحلقات من أول يوم رمضان لين اليوم كلهن على أوان. وحتى على تيك توك نحن نظهر في البث المباشر، يعني يوم نطلع لايف على سما دبي نطلع لايف على تيك توك. فكل المعلومات اللي يوفرولنا إياها مراجعنا التراثية كلها موجودة في أوان، في تيك توك، في في يوتيوب، في إنستغرام، وكل المنصات. ناخذ مكالمة. مرحبا محمد. مرحبتين. راعي دبي دار الحي، كيف حالك؟ مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك اخويا، كيف حالك؟ لله الحمد والشكر. كيف انت؟ الحمد لله خير. شو معلوماتك التراثية؟ والله لا بأس، يعني نقول 8 من 10 ولا 9 من 10 ولا 10 من 10؟ 7 من 10. لا اليوم بنخليك 10 من 10 نحن. أي حد يتابعنا لازم يكون 10 على 10. أكيد. خلنا نشوف البيئات وياك. عندك البيئة الزراعية والبيئة البرية والبحرية، أو البحرية والبرية. أباك تقول أوقف. أوقف. نشوف أنت في البيئة البحرية، وكيف معلوماتك البحرية؟ أنت راعي بحر؟ لا. نصوص؟ 5 من 10. نعم. بنطرشك الغوص أنا. نحن بنطرشك رحلة غوص ويا أبو سيف. إن شاء الله. اليوم كان يطري الغوص. نشوف السؤال على الشاشة. يقول من أشعار خميس بن محمد المزروعي، بنشدك يا وين الغواويس. توا كنا نرمس عن الغوص. نعم. وياك الغوص. بنشدك يا وين الغواويس، وين الوطور الأولية، وين الحصابي والطواويش، وأهل السنابيك القوية. الله يا سلام يا عليك، سلام يا عليك وعلى عدك القصيد. مشكور. 20 من 10. ابن خدومي بيسمع العد مرة ثانية. نوع لؤلؤ. ما اسمعك، شو قلت؟ حصباه. نوع لؤلؤ. وانا اقول لك ثبت. نثبت؟ نعم. محمد نثبت خلاص. ثبتوا الإجابة. ثبت ثبت وإجابك جي ون بعد. ايه جريد ون إجابك. جي ون. وهي بتعد القصيد. مرة ثانية. ايه مرة ثالثة ورابعة بعد. مبروك عليك 3500 درهم. مبروك. الله يبارك فيكم، مشكورين وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك وتستاهل اخوي، ومعلوماتك ما شاء الله، يعني انت 10 على 10 ما تحتاج لا مساعدة ولا شيء. ما حد خلاص محمد اظني انقطعت المكالمة. خذ 3500 فاز. يلا تبوني ارد اقول البيت من اشعار خميس بن محمد المزروعي، بنشدك يا وين الغواويس، وين الوطور الأولية، وين الحصابي والطواويش، وأهل السنابيك القوية. الله
وينهم؟ عندك ابو سيف طبعا يقول بنشدك يا وين الغواويس. طبعا غواصين اللولو الوتر الزمان الاولي تيفان الاول هي طبعا الحصابي نوع من اللولو طبعا، وتقريبا الحصابي هي تقريبا حتى في الدرجه الاولى بعد او بعد الجي 1 يعني الجي 1 بالمخ بالاسم الانجليزي او المصطلح الانجليزي اللي هي الجريد 1 وتعتبر افضل اللولو. الطواويش طبعا تجار اللولو، هناك في عندنا طواشين، نحن في طواش في البر هني وفي طواش في البحر. طواويش اهل البحر يشيرون حق الغواويش تقريبا بعد شهرين، ليش؟ يا دوب انهم جمعوا لولو عشان يشترون من عندهم. فطواش البر موجود هني يشتري تقريبا اللولو اللي من هناك. طبعا السنابيق جمع سنبوق، وهي هي نوع من السفن اللي كانت تستخدم في مهنه الغوص. يعني السنابيج الكبار تقريبا فيها 100، فيها تقريبا 70، فيها 80، هذا تقريبا العدد. مبل السفر ابو سيف، ها؟ السنبوق لا، السنبوق مو ما سفر، السنابيج طال عمرك كلها مال غوص، يعني تستخدم كانت في الغوص. ومثل ما ذكرنا هذا جمع سنبوق اللي هي السنابيق القويه وبس. مشكور يعني ابو سيف. ابو سيف بغيت اتخبرك، يمكن مو موجود. تفضلي. خريدة، اسم خريدة، تعرف معنى اسم خريدة؟ نوع من اللولو بعد. ماشي وايد خريدة. ما في خريدة طال عمرك. ماشي. انا مسوي 4 كتب عن اللولو ما مرت علي. ماشي خريدة؟ ماشي خريدة ما مر ولا مرت علي حتى موزة. موزة بعد؟ بعد موزة ماشي، انا ما كذا مرت علي، يمكن موجودة. لولو موجودة لكن موزة مو موجودة. لولو وفيق ماشي موجودة. حصباه الدانة ليك. شيرين فيه، هاي كل الاسامي النساء تقريبا 4 أو 5 اسماء يطلقون على النساء موجودة في اللولو. لولو ودانة وشيرينة ولولا هي كلن هذه لها تقريبا موجودات يعني. بس خريدة مو موجودة. خريدة مو موجودة، خريدة يمكن في البر. انا كانوا بيسموني خريدة قبل. يمكن خريد، يمكن خريد. لا لا انا كانوا بيسموني خريد من شيء اتنشد والله، كان انشدك عن الاسم. انا يعني وين زي اللي سموك رحاب عيال ولا احنا يسقونك خريد؟ ايه خريدة غاوي الاسم. يعني يقولون له خريج عقب ولا شيء. لا غاوي الاسم خريد وشرين وعشب. وين خريد؟ خريد اسم يقاوي على الذباب. وين تقول يقاوي يا طالع برش؟ عندك احمد، عندك سؤال. اذا مشاهدينا ومتابعينا من اليك والشرينه واللولوه والجيون والحصباه، هذه كلها مسميات اللولو مشاهدينا ومتابعينا، وغيرها اسماء وايد موجوده في كتب مرجعنا ابو سيف. يعني بعد نتمنى انكم تقتنون هاي الكتب اللي موجوده عشان تستفيدون اكثر. مثل ما قالت رحاب اليوم، نحن السنيار يعتبر مدرسه تراثيه لكل المشاهدين والمتابعين، ونقول الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ايش حالك يا حمده؟ بخير عافيه، انت ايش حالك؟ حمده وين تكلمينا يا حمده؟ عم الشارجه. يا حي الله اهل الشارجه، فطرتي عدل اليوم؟ مهي زين. وين دلت القهوة؟ موجودة. نبغي حماس طال عمرك. جاهزة؟ جاهزة. وبتجاوبين صح إن شاء الله اليوم؟ إن شاء الله. ناخذ المراحل عندنا. عاد شوفي، نبغي وقف بصوت عالي. أوكي. لا لا لا، صوت عالي. أوكي. أو أقوى. أوكي. يا سلام عليك، نشوف نشوف. وقفوا. في البيئة الزراعية، لكن هذا السؤال الله يطول لي بعمرك ما بعندي أنا، عند شاعرة برنامج السنيار خريدة، عند المتألقة خريدة. الجيون الجيون طال عمرك خريدة. الجيون يا أبو سيف، الجيون رحاب. لا أقوى على الحصبة يا أبو خدوم، قلنا جيون جريد ون رحاب بتعد القصيدة، تفضلي. ونشوف السؤال على الشاشة. أنا مو برأي ما يود ضحكتي أبو سيف دخيلك. خلنا نركز على الحلقة. سؤالك في البيئة الزراعية، ومن الأشعار التي تنسب للشاعرة بنت المايدي بن ظاهر، ليا صفة شعرها خوصا مخالف تنقيت من خوص القوافي قلوبها. يا الله زادت الشمال، زادت. هذا يوم أنا عديت القصيد. نعم. يلا، معنى كلمة شو تعني الشاعرة بالقلوب؟ قلوبها تقول حمدة، ليا صفة شعرها خوصا مخالف تنقيت من خوص القوافي قلوبها. قلوبها نعم. سيف خريدة
تسألك خريدة. أنا أقول نوع ورد. نوع ورد. أنت تقول نوع ورد. إيه نوع ورد. أبو خالد أنت شو تقول؟ أنا أقول نوع قماش. يلا. تونا في البحار. أم عزان. أنا أقول نوع من الخوص. نوع من الخوص. أنت شو تقولين؟ نوع ورد. والله بيطبعك. أنا أقول اختاري ما بين نوع نوع خوص. آه يقول لك لا. ثبتي ثبتي. خوص. ثبتي. ثبتي اللي جابه. ما تصلحون مبروك عليك 3000. ما تصلحون تراقبون على امتحانات مال طلاب الكبرين. تغششون. مبروك عليك. كلهم ناجحين. كلهم ناجحين. 3500 درهم. يستاهلون المشاهدين. دكتوراه بعد. دكتوراه. خريدة عدالك يا ابوي خلاص. دكتوراه طال عمرك. ما نبى دويرة نحن. نبى 10 على 10. مبروك مبروك تستاهلين 3500 درهم. رحاب شكرا على هذه الابيات الجميلة اللي عديتين طبعا للشاعرة. بنت المايدي بنظاهر من هذه الأبيات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا والشمال والجو الغاوي. بناخذ هذا الفاصل ثم لنا عودة. تابعونا. مشاهدينا ومتابعينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج السنيار. هذا البرنامج فيه وايد من القصيد والأبيات الشعرية الجميلة. أنا حاب أنوع على شغلة يمكن طلعت أمامكم على الشاشة قبل شوية في أبيات الشاعر الأديب الراحل حمد بن خليفة بو شهاب رحمة الله تعالى عليه. والأبيات جميلة جدا. الله على هذه الأبيات أبغي أعدها. كانت في أحد الأبيات مكتوب فيها المباني هي الأصح المواني ما عليه. اعذرونا مشاهدينا ولكن أيضا المصداقية موجودة عندنا في برامجنا. يقول شطبك بحر الهوى والجو غيم والسحال العقربي عصوفياه والمواني دونها يوشو بليم وين ما ترسوم الغزر الحصاه. شطبك بحر الهوى والجو غيم. اسمعي الأبيات هذه يا رحاب. أسمع. والسحال العقربي عصوفياه والمواني دونها يوشو بليم وين ما ترسوم الغزر الحصى. يا سلام يا سلام على هذه الأبيات الجميلة لأديبنا الراحل رحمة الله عليه حمد بن خليفة بو شهاب. عندنا اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا هند. مرحبتين مبارك عليكم الشهر. مبروك عليك ما تبقى من الشهر. يا سلام شو هالحماس. هذه الاتصالات اللي نباها نحن عندنا في برنامج السنيار. هند منو عندك يتابعنا؟ برنامج نحاول نتصل والحمد لله ردوا علينا. من متى وانت تحاولين؟ من الساعة 9 والله. من الساعة 9؟ انا اتحسب من 9 سنين. اليوم ده 9 سنة في برنامج السنيار. نحاول نتصل والحمد لله ردوا على لا لا الحمد لله فرحانة. الحمد لله. سلمي عليهم جميعا اللي عندك. الله يسلمك. السؤال عاد ما بعندي. اول شيء نشوف البيات. ماشي بيات؟ يلا زين ماشي بيات. السؤال ما بعندي. عند المراجع عند بو سيف ولا بو خالد ولا معز؟ لا عند بو سيف. وفي بيات البحر. شوفي شوفي شو عند بو سيف. تفضل يا بو سيف. من اسمها هي هاي؟ هند اسمها. يا هند هلا. عساك الله بالخير امي. كيف حالك؟ عساك بخير وعافيه. الحمد لله. شوفي شو عندي. هي شو هذا؟ هذا اللي في ديب يفوز 3500 درهم. لا بخاتم ولا برقع. ما بخاتم ما برقع وما بخوذه بعد. ولا بخوذه ولا بشيء. برغوم اسمع. شو؟ برغوم. زين بتسمعين الجواب. انت زين برغوم من زين. ابو خالد شو تقول؟ انا اقول محارة عودة. محارة ما بمحارة. محارة نوع من المحار في مثل الشوج. معزان شو تقول معزان؟ أنا أقول تشوز. تشوز. وأنتي شو تقولين واحدة من الاختيارات يا رحاب؟ خشيمة. خشيمة. هب الخشيم؟ ها؟ هب الخشيم؟ إيه راح زمان بالخشيم. تحيده قبل؟ إيه والله. إيه والله. ها يا هند. محارة؟
وين محار الله يطول لي بعمرك المحار غير قولوا لها الأجوبة اللي قلناها نعم ها هل هو التشوز خشيماه آسف حالك ثبتي ثبتي على التشوز تشوز خشيماه ولا محارة ها بعد أكثر عن يلا بنجرب مرة ثانية بنجرب مرة ثانية تشوز خشيماه ولا محارة ها لا رحاب سوي لها لا ما يسوي طال عمرك يلا مرة ثانية خلاص أنا وايد ساعة بس عصبة بتضربك بتضربني عصبة هذا ما ضربتني تشوز هسوي له بعد مرة خشيمه ولا محارة بس خلص الوقت عندنا متصلين نقول خشيمه بقوم اروح بقوم اروح جود على الحال جود خذي انت ثبتي على جاب ما نبغى حد خسران الله يطول لي بعمرك قولي قولي شيء غير عن خشيمه يوز خير رقبتش تمام؟ ما شاء الله عليك فوز كرنكوز ما شاء الله البحر مركوز أحمد اسمع خميس بيقول على هذا اسمع شو بيقول تفضل تفضل يا أبو خالد فوز كرنكوز في البحر مركوز لا يدخله داب ولا ياكل العنفوز هذا كانوا يقولون لغز من الغاز القبلية شو هو زي شو إجابة هذوها هذه الإجابة نعم نعم شكورين تفضل يا رحاب أنا كنت أبا هي ما أدري إذا انتبهت علي ولا لا بس أنا كذا مرة ساعدتها ترى أنا من كذي أقولك ما يتش ما يوم يتعصبون كنت أسوي كذي بناخذ اتصال البحر مريحاب يمشيها قبل أما يا ما أسمع التشوز التشوز ها صغار قبل يمشين على البحر على السيف يمشي على السيف إيه إيه على السيف على السيف على السيف دمبل يسمونه دمبل غايو يمشي هاي يوم صغار اللقطم هذا صغار شوي بابا كبار هاي كبيرة وايد هاي بعد تتحرك؟ هي بعد تتحرك أبو سيف. هي تتحرك. الحين عزة خلت البراقع والذهب صارت البحر. إيش قاعد؟ لقط تيزان. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. آمين وياك. مشكورين مشكور أبو سيف خلنا ناخذ اتصال. يلا خذوا اتصال. مرحبا. مرحبتين. هلا أمل. حبيت المرحبتين أنا. أخبارك رحاب. بخير الله يسلمك إيش حالك أنتي؟ الحمد لله تمام. شو اخوي عبد الله منعمه الله يطول لي بعمرك وش حالك الحمد لله تمام الله يطول لي بعمرك ويسعدك يا رب العالمين يسعدك ان شاء الله يا رب امل شو معلوماتك التراثيه والله الحمد لله يلا سعاده منكم سؤال وايد سهل ان شاء الله يكون خلنا نشوف البيئات على الشاشه عندنا البيئه الزراعيه وعندنا البيئه البحريه والبريه قولي اوقف اوقف يا سلام يا عليها يا سلام هالحماس انا حبيته من اول مكالمه اباك الحين تتفائلين وان شاء الله بتفوزين وتركزين وياي ان شاء الله شيء وايد بسيط ربقة الربج او الربج ربقة ربقة وربج بوسيف انا اقول نوع ربطه يربطونها للدبش اللي عنده دبشه ويصارنها جديده ويبات تتعود على البيت يسوي لها ربج أنا سمعتها تقول شيء توا نوع ربطة نوع ربطة نثبت نثبت إن شاء الله وأنا أقول نثبت الإجابة ونشوف دبش على شاشة دبش عندها في البيت وايد عندها دبش إيه عندها دبش إيه مبروك عليك 3500 درهم تتهنين فيهن حبيبتي وهاتشي وصلنا لختام حلقة السنيار وإن شاء الله استفدتوا ويانا من مراجعنا التراثية من المعلومات اللي موجودة من المحتوى اللي موجود كل يوم كل يوم اللي نقدم لكم إياه وبنخدم ما يقصروا ويانا كل يوم يحط لنا شيء جديد أحمد صدق صدق يعني ما شاء الله اليوم يا رحاب حلقة كانت جميلة وسريعة وطافت علينا مثل الشمال ليتنا سريعة بهواها يعني
وجوها الغاوي والمفردات الجميلة اللي قدموها أبو خالد وأبو سيف ومعزان. يعني ما شاء الله في كل يوم نشوف شيء ونشوف سؤال عندنا في الاستوديو. أمسات أو البارحة تكلمنا معزان عن البراقع، واليوم يكلمنا أبو سيف عن الجوز. باكر ما أدري إيش قبل يحط لنا أبو خالد مثل على الطاولة، ولكن بنشوف بعد باكر الأمثال عند أبو خالد. إذن ختام حلقتنا اليوم شو نقول يا رحاب؟ قبل لا نختم الحلقة نشكر رعاة البرنامج متحف الشندغة، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة دبي للثقافة والفنون، بلدية دبي، وشكر خاص جدا لمحلات جوهرة للمجوهرات لأنهم يقدمون جوائز السنيار النقدية. وإن شاء الله نحن وياكم في نفس الموعد باكر، فمان الله. فمان الله. يا محمل السنيار عزم في طريق جنسي، اقطع دروب الفرح واقفل شقال مسير، ما خاف في هيرك بحر، ما خاف في هيرك بحر مهما طوت اسباب بحر، لا مالها تفسير. يا ندي بي يا يصيح بي من يتتيسر بي وبدربي